أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: والدي سريع الغضب ويصدر منه بعض العبارات الخارجة عن إرادته، بماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ نوجهه بأن لا يغضب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله قال لا تغضب، كرر عليه قال لا تغضب. عليه أن يعالج الغضب بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، عدم التسرع في ذلك. نعم.